قم وحيدا كابد الليل الطويل، قم وصلي للجليل، قم فقد حان الرحيل. قم ودع عنك الخمول وانطلق نحو الحقول، اصفف الأقدام للمولى وجاهد للوصول. قم وحيدا، قم وذق طعم الصلاة في دجى الليل الطويل، قم وجاهد في الحياة، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد ومن والاه، وبعد، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في آخر حلقتين كنا نتحدث عن أحد شروط الدعاء الأساسية، ألا وهو شرط الإيمان، وقلنا أن الله تعالى عندما قال لنا في كتابه الكريم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وفي جزئية وليؤمنوا بي ما زلنا نحث الخطى لنفهم أكثر ما الذي يقصد به وليؤمنوا بي، ما الذي يريد الله تعالى أن يخبرنا به في هذه الجزئية بالذات، والتي أعتبرها شخصيا هي أهم من الجزئية الأولى، إذ أن تحقيق الإيمان سيولد الاستجابة، ولكن الاستجابة والسعي تؤدي إلى الإيمان. والسؤال الذي نطرحه على أنفسنا الآن: كيف أتأكد أنني حققت الإيمان بالله تعالى؟ ما هي العلامات وما هي الدلائل التي تثبت فعلا أنني حققت هذا الشرط، شرط الإيمان بالله تعالى؟ قم وحيدا كابد الليل الطويل، قم وصلي للجليل، قم فقد حان الرحيل. أول نقطة نتأكد فيها من أننا حققنا الإيمان هو التصديق والصدق. الإيمان يعني التصديق، أي أنك تصدق أنه لا معبود بحق إلا الله تعالى، ولا بد أن يرافق التصديق صدق في العمل، أي أنك تتبع أوامر الله تعالى وتنتهي عن نواهيه، لأن هذا الأمر سيجعلك بالتالي تقصد الله تعالى، وقلبك يتوجه لله تعالى لا يتوجه لأي أمر آخر. وفكرة أنك تصدق وتصدق يعني أن تطبق كل ما أمر الله تعالى به، ويعني أنك إذا كان هناك بينك وبين الله تعالى ميثاق عليك أن تأتي بكل بنود هذا الميثاق، وتأتمر بأوامر الله تعالى وتنتهي عما نهى. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. إذن أول نقطة هي أن تصدق فتصدق، ومن صدق الله فإنه حتى لو تأخرت حاجته فهو يستمر في السير إلى الله تعالى، ولا ينقطع ولا يتوقف في أنه يعبد الله تعالى ويأتمر بما أمر وينتهي عما نهى. قم وحيدا كابد الليل الطويل، قم وصلي للجليل، قم فقد حان الرحيل.
النقطة الثانية والتي تدل على أنك أقمت الشرط الأساسي من الإيمان هي نقطة الإطمئنان، أي أنك بعد الدعاء لابد أن تشعر بالإطمئنان الذي يوافقه عدم الانشغال بما طلبت من الله تعالى، فتقوم وأنت مطمئن متناسيا تماما ما تريده وما تفكر به. لماذا؟ لأن الدعاء ذكر، وذكر الله لا يبعث إلا الإطمئنان. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قم وحيدا كابد الليل الطويل، قم وصلي للجليل، قم فقد حان رحيل. النقطة الثالثة والتي تحقق الإيمان فهي نقطة الرضا، أي أنك ترضى بما قضى الله تعالى، فتقبل خطة الله تعالى لك وأقداره وقضاؤه فلا تعترض، أي يصبح ما يحدث لك سيان، فلا تعترض على ما خالف ما تريد، ولا تمتعض مما خالف هواك، بل إنك تكون مقبلا ومتقبلا ما قدر الله عليك، لأنك تعلم تماما أن ذلك سيكون أحد النقاط التي ستوصلك بإذن الله تعالى إلى أفضل مما طلبت، كما أنك لا تنزعج إذا ما حدثت الأمور عكس ما تريد، بل إنك ستلاحظ أنك تشعر بالتسليم وبالتقبل وبالرضا. إذن لا اعتراض على ما أمر الله تعالى وما قضى لهم، حتى لو كان هذا الأمر مخالفا لدعائهم، لأنهم هنا يسلمون كما أنهم يوقنون بخيارات الله لهم، ويدركون أن خيار الله تعالى خير من اختيارهم، وهذا التسليم يعطيهم أكثر مما طلبوا. إذن إذا كنت فعلا ممن حقق الإيمان لابد أن يحقق هذه الشروط الثلاثة: الصدق والتصديق، الأمر الآخر الإطمئنان والثقة، الأمر الثالث هو الرضا والتسليم التام بما قضى الله تعالى. قم وحيدا كابد الليل الطويل، قم وصلي للجليل، قم فقد حان رحيل. إذن يا صاحب الدعاء ويا صاحب الحاجة، يا من لك عند الله حاجة، اسأل نفسك: هل حققت الإيمان حقا حتى أعطى الإجابة؟ اعرف أن الإيمان لا يكون إلا بالتصديق والصدق، ولا يكون إلا بالإطمئنان والثقة والرضا والتسليم والتقبل. اعلم أن هذه الأشياء هي التي تحقق لك الإيمان الحقيقي. سنتكلم إن شاء الله في حلقة قادمة عن علاقة الإيمان بمشاعرنا، وكيف أصل شعورياً إلى الإيمان، وكيف أعزز من خلال مجموعة من السلوكيات، حتى إذا ما دعوت وصلت إلى الإيمان بسرعة وبقوة، حتى يرفع الدعاء إلى السماء فيأتي الأمر من رب السماوات والأرض ليحقق الله لك دعاءك. إلى ذلك اليوم ألقاكم على خير. أنا أمل الجامعي، أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قم وحيدا كابد الليل الطويل، قم وصلي للجليل، قم فقد حان رحيل.